هنا من ساحة أول ماي، ساحة الوئام المدني أول ماي بعاصمة البلاد، نشارك آلاف المواطنين، آلاف العائلات الجزائرية التي تشارك هذا الحدث الفارق في المجتمع العاصمي. هنا 5485 وجبة إفطار مهيئة لاستقبال الضيوف والمواطنين، استقبال العائلات. شاهدنا امتداد طاولات الإفطار، طاولات الخير التي انطلقت على طول المسارات ابتداء من شارع عيسى تيدير وصولا إلى ساحة المقراني وانتهاء بمحور الدوران أول ماي، في خطوة جريئة من أجل تقوية الوازع التلحمي التآزري بين فئات المجتمع من أجل إتاحة هذه البهجة لتتواصل من خلال إخراج العائلات إلى الشوارع في هذه طاولات الخير، من أجل مشاركتنا إياهم البهجة التضامنية والبهجة الرمضانية خلال هذا الشهر بمشاركة ومساهمة عدد من الرعاة والمساهمين الذين أبوا إلا أن يشاركونا الإفطار اليوم وهم رعاة الحدث. أكيد أنه ربما الهدف معنوي أكثر من أن يكون هدف مغاير لذلك. الهدف اليوم هو تقوية الروابط الأسرية، الروابط المجتمعية بين المجتمع من أجل تحقيق تآزر ولحمة نوعية وقوية، خاصة في خلال هذا الشهر الكريم، من أجل أن نجعل الجزائريين يلتقون على طاولة واحدة ملؤها الخير، ملؤها المودة، ملؤها الرحمة والإحسان في هذا الشهر الفضيل. مشاركتنا اليوم بقوة وإتاحة هؤلاء المواطنين وهذه الأسر لكي تجتمع له عربون محبة ووفاء لهذا المواطنين اللي اليوم نعتز ونتشرف بتمثيلهم في هذا المجلس المنتخب الموقر في قلب عاصمة البلاد. أكيد أن البلدية هي المنظمة لبلدية السمحلية، هي من نظمت هذا الحدث، ولم يكن هذا الحدث ليجسد لولا الرعاة والشركاء الاقتصاديين الفاعلين وأصحاب المبادرات الطيبة والخيرة الذين أبوا أن يشاركوا هذه الطاولة، كل بمقدوره وكل في حدود إمكانياته. نشكر بهذه المناسبة كل الرعاة الذين بفضلهم اليوم تصنع أجمل الصور وأجمل اللحظات التي نعيشها الآن في حدث تاريخي لا يمكن إلا أن يخلد نفسه.